إذن للحديث عن الصراع السياسي والانقسام الحاصل بين الميليشيات معنا هاتفيا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك دكتور قحطان. إذن هناك تحول لمواقف الأحزاب والميليشيات تجاه مصطفى الكاظمي، فهذه الأحزاب والميليشيات التي اتهمته بالعمالة هي الآن تؤيده، كيف تقرؤون هذا التحول دكتور قحطان؟ حياك الله اخي العزيز، وحيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. نحن كمتابعين لا نستغرب هكذا امر، لان المصالح دائما هي التي تكون في صداره المواقف وهي الدافع الاساس لاي راي. لان القوى السياسيه الحاكمه في العراق منذ 2003 لحد الان هي جزء من هذه اللعبه الفاشله، وبالتالي تغيير المواقف امر طبيعي جدا، لانهم اساسا لا غير معنيين بالشان العراقي وغير معنيين باراده الشعب العراقي. وبالتالي هذه المجاميع التي كما قال تقريركم هي حقيقه الامر، من تحول رايها من كان هو جزء من مخابرات امريكيه، وقيل ايضا هو ساهم في اغتيال الشخصيتين الكبيرتين في الحشد، إلى أن أصبح شخصية. ولكن حقيقة الأمر هو عملية إدراك هذه المجموعة أن وضعها السياسي بات في خطر جدا، ولا بد من شخص يسعى إلى تأمين بقائهم وتأمين مصالحهم. وذلك الذي يتابع ويرى أن الأمر ذهب بهذا الاتجاه، بأن ضمان مصالحهم وتسمية الشخصيات التي يحبونها هو الأساس كان في عملية موافقة على هذا الشخص، لأنه هناك يعني توافق أمريكي إيراني تقريبا. ولكن كيف ترى موقف تلك الميليشيات والأحزاب الحاكمة، كيف سيكون بعد تصريح مستشار الرئيس الأمريكي جابرييل سوما الذي قال إن أمريكا يعني ستدعم الكاظمي إذا استجاب لمطالب ثوار تشرين؟ هذا بالتأكيد تقريبا هو اتكار إلى كبير للاراء السابقه التي قيلت في الزرفي وقبل في علاوي، وهذا ايضا فيه نوع من الدبلوماسيه باعتبار بشكل عام، يعني انها معها بشكل عام. لكن وضع الثوار هو النقطه الاساسيه الفيصليه في الموضوع. الكاظمي مستحيل سيلجا الا او سينفذ شيء من مطالب الثوار، لان مطالب الثوار اساسا هي بالضد من كل من وجود هذه المجامع التي رشحته والتي زكته. وبالتالي هل يمكن للكاظمي ان يغري عمليه سياسيه او ان يلغي الاحزاب السياسيه الطائفيه المذهبيه او ان يغير الدستور او ان يحاسب الفاسدين والقتله؟ اكيد لا. وبالتالي انا اتوقع اذا مرر، ولو قد لا يمرر الكاظمي، هناك خلافات داخليه كبيره كما هو معروف، اذا مرر فسيصطدم بهذه الحقيقه انه سيكون جزء من عمليه سياسيه وناصحا لها وحاميها، وبالتالي يتقاطع مع راي الشرع، الشرع الذي ينتظر انفراج في ازمه كورونا حتى يكون له راي اقوى حسب ما نتابع كمتابعين. وبالتالي اتوقع ان الكاظمي لن يستطيع ان يذهب الى شاطئ الامان كما تمنى الاحزاب التي نصبته. ايضا دكتور قحطان، كيف تقرا الموقف الامريكي بعد تصريح جابرييل سوما؟ وهل فعلا يعني الولايات المتحده حريصه على ثوار تشرين ومطالبهم ومطالب الشعب العراقي عامه؟ وبالتاكيد امريكا ليست حريصه على الشعب العراقي، المآسي التي حلت بالشعب العراقي هي صناعه امريكيه، وحتى العمليه السياسيه الحاليه صناعه امريكيه، وحتى هو الكاظمي اذا ما تبعنا يعني ذاته في التوظيف، يعني ليس من المنطق بالمره ان شخص يعين كاتب بشهاده اعداديه في جهاز المخابرات وخلال 5 سنوات وثمان اشهر 20 يوم يكون رئيس الجهاز. هذا المساله لا يمكن بالمره ابدا منطق، لانه لا يمكن يكون، وشيء انه جهاز المخابرات تحتاج عقليه بشكل اخر يعني. اذا هو اساسا احنا نقول ونتوقع انه صناعه امريكيه، وهو احد الاشخاص اللي جاوا مع امريكان وله دور في تجنيد المقاتلين لصالح
تأسسته أمريكا قبل الاحتلال، هو ليس بعد أمريكا، ولكن أمريكا أدركت الآن أن أدراكها الفاعل وتأثيرها في الساحة العراقية وسبيل تدخل بالش العراقي يكمل عن طريق دعمها إلى الثوار ومطلبها، وذلك هي تضع الثوار وكأنما هي مستجيبة لمصالح الشعب العراقي، ولكن بالحقيقة هي الطريق الأسلم لأن تكون لها فاعلية وتأثير في العملية السياسية العراقية، وذلك دائما تضع الثوار في صدارة الموقف. وهل تعتقد أن الكاظمي سيستجيب لمطالب هذا الحراك الثوري الشعبي وهو الذي لم يذكرهم حتى الآن في أي خطاب أو أي تصريح، ولم يتعهد بمحاسبة قاتلي ثورة تشرين، أم أن يعني للمنصب أحوالا أخرى قد تبدو فيما بعد؟ يعني الذي يصدق واحد بالمليار أن يكون كاظمي هو واحد من ثلاثة، يا أما مجنون يا أما لا يفهم شيء، هو جزء من هذه اللعبة التي يضحك بها على المساكين على الشعب العراقي، لأن كاظم مجيئه وبقائه وكذا لا يمكن إلا أن يكون رهن باشتراطات وبأسباب بقاء الجماعة التي أتت به، الذي أتوا به والذي نصبوه والذي زكوه إلى الأحزاب الفاسدة الظالمة التي قتلت الشعب العراقي والتي سلبت ثروات العراق والتي نهبت وهي العمية لقوى خارجية. وبالتالي يمكن أن يكون كان بعيد عن 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 مصالح هؤلاء الذين عينوه، وأن يكون الشرع نهائيا، كما أنه عدم وجود سقف زمني إلى الحكومة التي هي أساسا وقتية زمنية، وعدم وجود تعهد كما تفضلت بمحاسبة الفاسدين وكذا، ثم كيف يكون حساب فاسد وكاظم هي سياسية؟ طبعا الذي يقول انه ليس بسياسي لماذا؟ لانه اساسا هذا المنصب الامني وهذه الدارة التي تشتغل الدول هي تابعة لمنظومة سياسية معينة. نعم. فترة زمنية كانت تابعة إلى علاوي، والأخرى تابعت إلى الجماعات حزب الدعوة، وبالتالي إذن هو جزء من ثورة سياسية. إذن هو سياسي أمني يخدم العملية السياسية. ثم شيء آخر جدا مهم، الفاسدون أشكال، منهم من سرق الأموال، ومنهم من سرق إداريا، ومنهم من سرق بأن يقول العراق مشرع أمام مخابرات أجنبية. نعم. وهذا تستخدم خطير كبير جدا، فدارة المخابرات أسندت في هذا الموضوع بالتحديد واجهات العراق مشرعا أمام مخابرات الخارجية مقابل أما مصالح شخصية أو مصالح حزبية. نعم. أو فئوية، وبالتالي هو جزء أساسي من الفساد الذي ضرب بالشعب العراقي وبالدولة العراقية. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي من بغداد، أستاذ العلوم السياسية.